سيزون ميلان يشوف ويقعد يسمع الكلب قبل ما يعمل اي حاجه وانس، عشان كده يبتدي يشرح للناس هو هيعمل ايه الاول وقد ايه الكلب احتياجاته ايه الاول وبعدين يعمل ايه بقى. الناس ما بتصدقش، ما احنا سمعنا، فيجي يقول لهم يلا نشوف. اي حلقه هو بيروح ليها بيبعتوا له فيديو للكلب. فلما بيبعتوا له فيديو بيشوف التصرفات صحاب البيت بيتعاملوا مع الكلب ازاي والكلب بيتعامل معاهم ازاي، فبيبقى عنده بيروح يسمعهم وبيشوف. بس هو خلاص شاف، بس هو قعد مع يعني هو شاف ده، بس هيجي يقعد مع البني ادم هيسمع البني ادم، مش بس كده، وقبل ما يتعامل مع الكلب بيسمع الكلب. فلما يبتدي يسمع الكلب ويبتدي يشوف، وبعدين بيبقى فيه ليفلز عاليه جدا في الكونكشنز بره. يعني انا في الكونكشنز بره هو احنا بنوصل لمرحله فعليا، احنا مثلا شفت الكلب ده لو هو اجريسيف زي في العالم الـ بتاع المديتيشن والحاجات دي. اوكي. الكلب اجريسيف انت هتحس بيه في معدتك. اوكي. فاول ما احس ان انا معدتي فيها زي قبضه الكلب ده اجريسيف، وسيزر مان بيحس بيه. اوكي اوكي. لو كلب تنسى وعنده انفايتي عاليه هيحس بيها هنا عند تحت عند فم المعده. فاحنا بنحس بيها. اوكي. على حسب التمرين نفسه وعامل ازاي. فاحنا بنحس بشخصيه الكلب قبل ما نتعامل معاه. فده معناه ايه؟ ان انا بسيب جسمي وطبيعتي بكونكت مع الكلب. فاي حد بيتعامل مع عالم الكلاب والطبيعه هتلاقيه دايما وفاهم كويس قوي سايكولوجي كلاب او اي حيوان لازم يبقى ليه علاقه كونكتد جراوندد بالطبيعه، ليه علاقه بالميديتيشن واليوجا، بيشتغل على نفسه عشان يقدر يحس بالكلب. اوكي.